بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني إن أنا أعرف بنفسي. أنا دكتورة أمل محمد عبد الباري، الأستاذ المساعد للفيزياء فيزياء الجوامد بكلية التربية جامعة عين شمس. تشرفت بإن أحصل على جائزة أستاذ الدكتور لطيفة الحوطي، والجائزة دي كانت تكليل لمشوار علمي بسم الله ما شاء الله مدعم من أساتذتي والمدرسة البحثية في الكلية، وكان على رأسها المغفور له بإذن الله أستاذ الدكتور عبد الفتاح الشاذلي، وباشر العمل والبحث أستاذي الدكتور محمود النحاس والدكتور حلمي طه الشاعر. خلال البحث العلمي والمدرسة كنا بنركز على حاجة مهمة جدا، وهي محاولة دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمجموعة من المواد الجامدة، وكان في آخر مرحلة من المدرسة بدأ التركيز على مواد برومزنج، وكان معظمها الأورجانيك وتطبيقاتها، وكانت خلالها اللي هي السولار سيل. المدرسة البحثية امتدت اهتماماتها لمحاولة الخوض في استقبال أو استخدام مواد برومزنج، مواد حديثة نحاول من خلالها إن احنا نحل مشكلة الطاقة. فعشان كده كانت المدرسة بدأت ان هي تعمل تونيشن وتحول لاستخدام مواد برومزنج ومعظمها اورجانيك عشان نحاول نحل مشكلة الطاقة واستخدام طاقات جديدة. المدرسة البحثية كان فيها نشاط شديد جدا، وكان نهايتها التكليل لمعظم الباحثين في المدرسة، وكان من ضمنهم انا واستاذنا الفاضل الدكتور النحاس والدكتور علاء والدكتورة ايمان عاصم ومجموعة من الباحثين. كانت معظم الجوائز كلها مدعمة من جامعة عين شمس. كان الجزء الثاني من النشاط الخاص بي كان معظمه نشاط إداري ونشاط بيئي. النشاط الإداري وكان في الدول العربية، وركزت في بعض الدول العربية إن كان النشاط البيئي والنشاط المجتمعي بيعتمد على محاولة تفعيل دور الطلبة ودور أعضاء هيئة التدريس وربطهم بالمجتمع المدني. أما بالنسبة للأنشطة الأخرى فكانت أنشطة خدمية وأنشطة محاولة الاهتمام ببعض الفئات، وكان من ضمنها ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال بعض المشروعات وريادة الأعمال. في النهاية بحاول إن إحنا من خلال الأنشطة دي إن أنا أقول إن إحنا جامعة عين شمس كانت بصورة كبيرة جدا، ومن خلال عملي كمساعدة للعميد لشؤون الطالبات في بعض الدول العربية بقيت فخورة جدا إن جامعة عين شمس بدأت إن هي تركز على معايير مطلوبة جدا في الاعتماد والجودة، وكان من أهمها البحث العلمي. البحث العلمي جامعة عين شمس دعمته بكل ما يمكن من دعم، سواء كان من خلال توفير البنية التحتية، توفير الأجهزة، المواد، توفير المادة. كمان نقدر نقول إن هي كل الباحثين وكل الأنشطة اللي اتنشرت كان معظمها بدعم شديد ومتواصل من القيادات في جامعة عين شمس. وكان نهايتها إن كان كل 6 شهور الحمد لله الجامعة بتكرم، سواء كان تكريم معنوي أو تكريم مادي لكل اللي بينشروا الأبحاث. وفي النهاية بحاول إن أنا أوصل رسالة لأبنائي اللي هم بسم الله ما شاء الله خلاص شرفنا بإن هم بقوا منتمين لجامعة عين شمس، اللي هم الباحثين الجدد. أنتوا بسم الله ما شاء الله بقيتوا لبنة في هرم كبير جدا اسمه جامعة عين شمس. وأنا بعض اللي كانوا شغالين في بعض الدول العربية في الفترة الأخيرة لاحظنا التطور الشديد جدا والدعم اللامحدود والمكانة الكبيرة جدا لجامعة عين شمس اللي بدأت بسم الله ما شاء الله توصل لها بجهود القيادة، سواء كانت قيادة داخل جامعة عين شمس أو في الكليات المختلفة ومن ضمنهم كلية التربية. عشان كده بدأت كلية التربية بسم الله ما شاء الله تدعم البحث العلمي، وبتحاول إن هي توصل رسالة للباحثين الجدد: حاولوا، صبروا، استمروا، أنتوا تميزتوا بوصولكم للجامعة كإصطاف وكهيئة معاونة، بشروا وكملوا طريقكم، لأن ممكن يقابلكم بعض العقبات، لكن طريق النجاح كل خطوة ممكن تكون عائق ظاهريا، لكن دي درجة في سلم النجاح. وبالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله، وبالسنة الجاية أحاول إن إحنا إن شاء الله إن شاء الله نبقى فخورين بأن الجيل الجديد من الشباب بدأ إن هو يساهم في نقل الرانك بتاع جامعة عين شمس وتقدمه عشان يبقى مرتبة مقدمة إن شاء الله. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسف على الإسهاب.